دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من المحافظات المصرية إلى تدشين حملات لمقاطعة البيض بجميع أنواعه بهدف التأثير على المنتجين حتى يعود لسعره السابق. هذا وارتفعت أسعار البيض بشكل مضاعف ليسجل سعر طبق البيض المكون من 30 بيضة 80 جنيها داخل الأسواق المحلية. وأمام هذه الخطوة أعلنت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة رفضها الكامل لمقاطعة شراء بيض المائدة بعد ارتفاع أسعاره في الأسواق. ينضم إلينا السيد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة. أهلا وسهلا بك سيد الدجوي معنا في بتوقيت مصر. ما سر غلاء أسعار البيض الآن في مصر سيد الدجوي؟ هو أنا بس أحب أوصل معاليكي إن سعر البيض الآن النهارده من وزارة الزراعة 62 جنيه وده في كل منافذ وزارة الزراعة. ثقافة المقاطعة عندنا في مصر يعني مش موجودة بالكم الزائد. يعني احنا عندنا بيدعوا للمقاطعة ولكن عامة الشعب للأسف ما فيش عندهم ثقافة المقاطعة. يعني هم بيرموا الحمل على ربنا وعلى الحكومة بأنها تقلل الأسعار يعني. وده اللي احنا بنقدر نعمله دلوقتي. اولا احنا نقدر لازم نوجه ان ازمه الغذاء والاسعار دي مش في مصر بس، دي يعني ازمه عالميه واحنا جزء من كل يعني هم عليكم اكثر مننا علما بما يحدث في العالم يعني. بس بدايه يعني فسر لنا سيد دجوي لماذا ارتفع سعر البيض؟ نحن نعلم بانه يعني المواد الغذائيه خصوصا تلك المستورده يعني ارتفعت اسعارها بسبب ما يحصل الان من ازمه غذاء عالميه، لكن البيض بحد ذاته لماذا ارتفعت اسعاره بهذا الشكل؟ ما هو احنا بنتكلم على يعني في زياده في الاعلاف، في زياده في الوساطه ما بين المنتج والمستهلك، وبيبقى في تاجر جمله وتاجر تجزئه، وكل دي بتبقى مصاريف بتزود المنتج يعني. فالمنتجات المحليه والمنتجات العالميه باقي عام كلها زادت، وده ده مش في مصر بس، ده في العالم كله يعني. ولكن دور الغرفه التجاريه ايه ودور الوزارات ايه؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. فانا باكد على اللي معنيكي ان وزاره الزراعه قدرت تنزل في منافذها النهارده البيض ب 62 جنيه. والتكاتف ما بين وزاره الزراعه ووزاره التموين وكل الوزارات مثلا في امان والجيش والغرف التجاريه كلهم بيتكاتفوا في تقليل السعر على المواطن يعني. فالايام اللي جايه في كل منافذ وزاره التموين هيبقى نفس وزاره الزراعه كده، الاسعار بتاعه البيض هتبتدي تنزل كلها وهتتراوح ما بين 62 و63 جنيه. طب سيد دجوي هناك الان بالنسبه للبيض يعني دعوات للمقاطعه البيض يعني من اجل يعني خلق نوع من الضغط لي يعني انخفاض او لخفض اسعار البيض. اولا كيف تنظر الى هذه الخطوه وهل تجدها فعاله؟ معانا بقول لمعاليكي هذه الكتله مش كبيره في مصر، كتله ان المقاطعه او ثقافه المقاطعه بالنسبه للمصريين يعني مش عايز اقول لك معلومه، لا هي قليله جدا يعني. لكن احنا للاسف احنا ما عندناش الثقافه ديت، لكن اللي احنا بنقدر نعمله مؤسسات حكوميه ان هي بتحاول تقلل الاسعار، بتعمل يعني المعارض اللي عملناها الغرفه التجاريه في الجيزه ابسط ما فيها كان في معرض لسه في العيد اللي فات عيد الاضحى وقبليه في العيد رمضان. المعارض دي بتبقى تخفيض فيها بتبقى من 20 لغايه 35%. المشاركات اللي بتعملها وزاره الزراعه مع امان مع الجيش مع وزاره التموين كل دي التكاتف دوت بيقلل الاسعار. هو ده اللي احنا بنقدر نعمله، ان اهم حاجه المنتج يبقى موجود، ودي اهم في الموضوع. المنتجات وفره المنتجات دي بالنسبه لنا دي اهم في الموضوع. انت عارفه ان حضرتك في دول عظمى كتير المنتجات قليله فيها، فكون المنتجات متوفره في مصر فده في حد ذاته يعني ايه يعني مكسب للمصريين. كل سيد هشام بقى بتعلى الحكومه بتحاول تقلل او القياده السياسيه بتحاول تقلل الاسعار دي يعني. شكرا لك سيد هشام الدجوي رئيس شعبه المواد الغذائيه في الغرفه التجاريه بمحافظه الجيزه.